بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذا يا أخونا يستفسر على مكان وجود فلتر البنزين. أخويا مختار السلام عليكم. وعليكم السلام. نرجو من الله عز وجل أن تكون بخير وفي صحة جيدة. بارك الله فيك أخويا. عندي ميغان كلاسيك 2002، ما عرفتش الفلتر متاع ليسونس متاع البنزين، هل العلبة وين موجود؟ هل العلبة هذه السود في الصورة هي فلتر؟ ومع العلم شفت تحت السيارة وجنب الخزان لم أجد. نعرفوه خونا الفلتر بتاع البنزين وين موجود؟ هو بعث لنا صورة لهذه الخزان اللي بجنب خزان البنزين، هذه العلبة الصغيرة اللي بجنب خزان البنزين. كان فاكر ان هي الفلتر بتاع البنزين. لا اخويا، هذه مش فلتر البنزين، هذه علبة لتفريغ الهواء من الخزان بتاع البنزين. هذه علبة خاصة بتفريغ الهواء، هذه يعني عملوها مكان الرينفلير اللي هو مكان بلف التبخير متاع الخزان، فما كان في بلف التبخير متاع الخزان عملوا مكان العلبة هذه تفرغ الهواء من الخزان. فقط البنزين لما تعرف مع الضغط مع الحرارة تعمل هواء في وسط الخزان، تعمل ضغط في وسط الخزان، فعملوا هذه كالتنفيس، تفرغ الهواء من الخزان وتخليه الخزان وتحافظ على البنزينه زي ما هي، ما تخرجش البر. هذه العلبه. بالنسبه للفلتر البنزينه اخي، راهو اغلب السيارات الحديثه اللي هي حوالي من عام 2010 وانت طالع كلهم من غير فلتر بنزين، الفلتر البنزين داخل الخزان مع مضخه البنزين، يعني كلهم فلتر البنزين داخل الخزان مع مضخه البنزين موجودة في الخزان مع مضخة البنزينة هذه. هون شوفوا الفلتر، هذا الفلتر بالضبط، هذا هو المصفات متاع البنزينة. يتغير هو، لو إنه يقدر يتغير، اللي يحب يغير يغير، إنه يقدر ما عادش يتباع في جديد ولا لا، ما يتغير هو، تفك ويتغير أو يتنظف. متوا ولا موجود مع المضخة، ما عادش موجود في برا خارج، لأن في الأول عملوه خارج الخزان، عاملينه في جنب الخزان. في اول الساعه، اول ما صنعوا السيارات كانوا عاملين الفلتر هذا البلاستيك في جنب المحرك، في جنب الموتور، كانوا عاملين الفلتر هذا البلاستيك في جنب الموتور يعني، وطوروا العمليه شوي، ولا كان بلاستيك وتولى حديد من وبلاستيك زاد كيفيفه من بلاستيك، يعني هذا كان بلاستيك شفاف، هذا كان من اول بلاستيك شفاف، تشوف البنزينه وهي في وسطها، تولى الومنيوم او حديد او بلاستيك غير شفاف، توجد يعني في جنب الخزان. بالنسبة لهذه توجد زمان في جنب الخزان، وهذا توجد في جنب المحرك. تو ما عادش موجودين هذوما الحالتين هذوما، يعني يمكن القوم ما عندهمش فايدة، لأن فلتر في وسط الخزان وفلتر خارج الخزان، فحبوا يقللوا من المصاريف ويخلوا الفلتر اللي في وسط الخزان فقط. كان فلتر في جنب الخزان مثل هذا، هو كان فلتر في جنب الخزان مثل هذا، يتغير كل 25 ألف حسب السيارة، وتحط مكانه. تو ما عادش، تو خلوه مع هذا الغو، يعني تم إلغاء هذا الفلتر، وتم البقاء على فلتر اللي هو مع مضخة البنزين داخل الخزان، اللي مثل كما وريته لكم في الأول، أو مثل هذا كيف هذوما كلهم كانوا هذوما تو كلهم في وسط الخزان، ما عادش فيه بخارج الخزان. ولهذا اطمئن أخي، راهو السيارات الحديثة كلها اللي ما يلقاش فلتر في جنب الخزان على اليمين أو على الشمال، ما فيش داعي باش ينزعج ويقعد يدور على فلتر البنزين، لأن فلتر البنزين السيارات الحديثة الأغلبية ما فيهاش في جميع أنواع السيارات. إن شاء الله تنفعكم حركة ميكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.